Soya. Ben ayrıca. Hatır melih. Fırfırla soy. Kızgara. نحط خل شوية زيت شوية الآن طماطم وبصل وثوم وفلفل أسود وملح وثوم وخل وشوية زيت الآن نتبل الجمبري اللي احنا حنبغاه شوية إن شاء الله طبعا حطينا عليها شوية ملعقة صويا احنا مو بالتباب التعليم احنا قاعدين نسوي باب انكم خيركم خيركم لأهلي انا في الاجازة هذه ريحنا مع عبد الله مسوي عملية واحنا قاعدين نمسك المطبخ ان شاء الله فريق العمل الابناء كلهم بالدور ما شاء الله تبارك الله بس كذا يتبل على احنا شوي في الشوايه داخل البيت ان شاء الله